طيب المباراة نذهب بكم إلى ملعب أو إلى أرضية استاد راشد من خلال الشوط الأول من لقاء شباب أهلي دبي الذي يستضيف فريق الوحدة. لقاء نتمنى أن يكون في الشوط الأول حاضر المتعة والإثارة الفنية بصوت الأستاذ العزيز علي سعيد الكعبي. تفضل بفيصل. سافروا مع طيران الإمارات إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير أيها السيدات والسادة في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم. هذه قمة الجولة السادسة من دور الخليج العربي، وفيها العنابي بهذا الجمهور الرائع يحل ضيفا في دبي، في دانة الدنيا يحل ضيفا على فريق شباب أهلي دبي. مباراة فريقين في القمة الآن، طبعا الكل يعلم بأن شباب أهلي دبي في المركز الرابع، قبل هذه المباراة كان ثالث، ولكن فوز الوصل بالأمس على دبا 3-2 بالتالي صار موجود في المركز الرابع بعشر نقاط، يقابل الثالث الآن فريق نادي الوحدة اللي عنده 12 نقطة، وبالتالي مباراة منتظرة وقد بدأت الآن مرحلة الجد. خلاص مرحلة الجد والجد الآن، والأسبوع السادس من دوري الخليج العربي في هذه المباراة الكبيرة اللي فيها فريق شباب الأهلي كما ذكرت الرابع بعشر نقاط بعد خمس جولات، ثلاث حالات فوز وتعادل وخسارة. وطبعا هنا طبعا ضمن فعالية تحدي دبي للياقة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، واعتبارا طبعا واعتبارا بأن أصحاب الهمم في الإمارات هم أهل العزيمة والإرادة، وأن هذا التحدي لا يكتمل إلا بهذه الفئة الهامة من المجتمع، فإن أسرة نادي شباب الأهلي دبي يسعدها أن تقوم بتكريم أصحاب الهمم إيمانا منهم بطبعا نظرة سموها بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي والرياضي بشكل خاص. بالتالي مباراة كبيرة عزيز المشاهد. طبعا هنا نشاهد قائدي الفريقين الكبير إسماعيل مطر والكبير كذلك أيضا ماجد ناصر، وبينهما طاقم التحكيم اللي اليوم أيضا خيار للسلطان المرزوقي. وقبل أن تبدأ المباراة في تداخل مع استوديو أبو ظبي الرياضية كان أيضا أبو أحمد مسلم أحمد طبعا خبير التحكيم في قنوات أبو ظبي الرياضية كان قد أشاد بهذا الاختيار، واعتبر السلطان المرزوقي واحدا من أفضل الحكام في الجولات الخمس الماضية، وأنه حكم قليل الأخطاء طبعا في موسم حتى الآن، يعني نتكلم عن الجولات الخمس الأولى، ولكن نتحدث عن بداية طبعا ليست مرضية على مستوى التحكيم في كثير من الشكاوي، لكن هذه المباراة لا شك أنها لا تقبل أخطاء، لا أخطاء اللاعبين ولا أخطاء كذلك أيضا المدربين ولا أخطاء أيضا التحكيم. المباراة تقام في أجواء جميلة في استاد راشد، طبعا حضور جماهيري خلونا نقول بأنها جيدة، والمباراة اللي فيها مواجهة رومانية في المقام الكبير بين الكبير كوزمين وبين الرجل الذي يعيش عامه الأول مدربا في كرة القدم الإماراتية، ولكنه يبدأ بداية سليمة الروماني لورينت أريشكان، بالتالي هي مواجهة رومانية طبعا. ولدينا فريق نادي شباب أهلي دبي في مباراة اليوم يعود ماجد ناصر للحراسة، عبد العزيز هيكل سالمين خميس وليد عباس وعبد العزيز صنقور، إضافة إلى لوفانور خميس إسماعيل وحسن إبراهيم والكوري الجنوبي الجديد شانغ مون، إضافة إلى الثنائي المميز طبعا العائد موسى سو السنغالي، ولدينا أيضا الخطير جدا ماكيتي ديوب السنغالي الآخر المميز مع فريق شباب أهلي دبي. فريق نادي الوحدة بالحارس الشاب الممتاز محمد الشامسي، محمد برغش موجود في الجهة اليمنى، محمد الظاهري موجود في الجهة اليسرى، واليوم أيضا الظهير الأيسر في المباريات الماضية أحمد راشد يلعب مكان سالم سلطان في خط الدفاع بجانب الكوري شانغ واوريم، إضافة إلى محمد الشحي سلطان الغافري خالد بوزير والقائد الكابتان إسماعيل مطر، ولدينا الثنائي الخطير المغربي مراد باتنا اللي عنده 4 أهداف، ولدينا سيباستيان تيغالي هداف نادي الوحدة ليس فقط في هذا الموسم وإنما في المواسم الماضية، يملك هذا الموسم 5 أهداف، وبالتالي صافرة منتظرة الآن من سلطان المرزوقي يستعد الآن
طبعا يطمئن على ان كل لاعبي الفريقين ال 22 جاهزين لبدايه المباراه. المباراه نعم تنطلق في استاد راشد هنا باجواء جميله بالفعل وبحضور خلونا نقول بانه جيد في هذه المباراه اللي هي قمه هذه الجوله الجوله السادسه. وطبعا القمم قادمه عزيز المشاهد. بدا الدوري بقمه العين والوصل في مدينه العين وبعد ذلك استمرت القمم في دورينا، لكن البدايه الاولى الان في مباراه منتظره بكل معنى الكلمه. طبعا يعتبرها الوحداوي بدايه العوده للقمه لان فريق نادي الوحده كان متصدر لبطوله الدوري. ولدينا هنا طبعا اولاريو كوزمن مع مدير الفريق طبعا احمد علي في مباراه اليوم، الرجل الخبير، الرجل المتوج باربع بطولات دوري اماراتي، عنده بطولتي دوري مع العين وعنده بطولتي دوري مع فريق نادي الاهلي، ويتمنى خامسه والبدايه بهذه الصوره. والكره خطيره ولكن لدينا صافره على وجود خطا على السنغالي موسى سو، طبعا كان مع الفريق في الموسم الماضي اعير للدوري التركي. وهذا الرجل طبعا لورين ريشكام، الرجل الروماني الذي يدرب للمره الاولى في دوله الامارات. طبعا تسلل وليس خطا، تسلل نعم في الكره الماضيه على موسى سو، وبالتالي مواجهه رومانيه. طبعا خبرة الروماني أولاريو كوزمن لا شك أنها هي الأكبر ليس فقط في دولة الإمارات وإنما في المنطقة العربية. جاء للهلال السعودي، كرة تلعب للأمام والبداية خطيرة جدا، وشباب الأهلي، شباب أهلي دبي يبدأ المباراة الآن على أرضية ميدانه، يعلم بأنه مطالب بالفوز لأنه تعادل في المباراة الماضية أمام الشارجة في مباراة المهمة الأولى طبعا بعد العودة لعبد العزيز العنبري مدرب لنادي الشارجة. لكن هذه المباراة الآن فريق نادي الوحدة قادم من فوز على نادي حتى 3-1، حالة الفوز سجلت في اللحظات الأخيرة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. ولقاءات الفريقين عبر التاريخ دائما ما تكون مثيرة بكل معنى الكلمة، وبالتالي مباراة هذا المساء منتظرة كذلك أن تكون مثيرة بكل معنى الكلمة. عندنا محاولة عن طريق الخطير بكل معنى الكلمة، والحديث هنا عن ماكيتي ديوب اللي عنده من الأهداف ست أهداف طبعا، وهداف الدوري هو ليما نجم الوصل، والوصل عنده مباراة في هذا الملعب في الأسبوع القادم، والأسبوع القادم هو أسبوع القمم في كرة القدم الإماراتية. فيه الوحدة يقابل العين وهذا كلاسيكو منتظر يا سمعة من الآن. الوحداوي طبعا يفكر في هذه المباراة، يتمنى الفوز في هذه المباراة، يتمنى العودة من دبي دانت الدنيا إلى أبوظبي العاصمة الجميلة بالنقاط الثلاث، يتهيأ لموقعة كبيرة أمام العين في يوم السبت القادم إذا الله أعطانا وياكم أطولة العمر إن شاء الله تعالى. هذه المباراة وهنا محاولة قائمة الآن، مباراة ولكن لدينا محاولة في حالة تسلل. بالمناسبة مباراة الوحدة والعين ستكون المباراة الأولى للزميل الجميل عامر عبد الله معلقا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية. طبعا يعود إلى بيته، يعود إلى مكانه، يعود إلى القناة التي انطلق منها، وستكون مباراة الوحدة والعين في استاد النهيان هي مباراة بصوت زميل عامر عبد الله في عودته مرة أخرى إلى قناة أبو ظبي الرياضية. لكن أيضا الأسبوع القادم عندنا في هذا الملعب قمة كبيرة ما بين النصر والوصل، وعندنا يوم الجمعة القادمة شباب أهل دبي سيذهب للعاصمة أبوظبي سيقابل الجزيرة، ثلاث قمم كبيرة. لكن هذه المباراة أيضا قمة كبيرة، كرة تلعب للأمام الآن، تلعب وترسل وتصل بعد ذلك لصالح فريق شباب أهل دبي، تكافؤ كبير وخاصة يوم ما تقابلوا هذا الموسم في بداية كأس الخليج العربي في استاد النهيان تعادلوا بهدف لهدف، كان التعادل 1-1 في لقائهم، وكان طبعا تقدم فريق نادي الوحدة بهدف لتيغالي لكن سجل بعد ذلك في الشوط الأول ماكيتي ديوب، وبالتالي كان التعادل في كأس الخليج العربي. أنا ما أعتقد أن التعادل يرضي الفريقين في مباراة الليلة، لا شك في ذلك، ما أعتقد أن العنابي سيكون سعيدا بالعودة إلى أبوظبي بنقطة وليس بالنقاط الثلاث، ولا أعتقد أن أي لاعب من لاعبي شباب أهل دبي سيعود إلى منزله هذا المساء بالتعادل وسيكون سعيدا. لاحظ الضغط الكبير الذي يمارسه مدرب طبعا فريق نادي الشباب أهل دبي كوزمن على حامل الكرة من جانب الوحداوي، ولاحظ أيضا أن التعامل بالمثل وعبد العزيز هيكل في الكرة الماضية. طبعا يعود بعد الإيقاف عبد العزيز هيكل، يعود أمام
ماجد ناصر أيضا الحارس الإماراتي الكبير محمد الشحي موجود ومتألق، وكما ذكرنا في مناسبات عدة أعاد اكتشاف نفسه هذا النجم اللي يملك هدفين مع فريقه فريق نادي الوحدة. لكن البداية في الدقائق الست الأولى تعطينا الانطباع بأن هذه المباراة بهذه الصورة في البداية الأولى. لا شك مع قادم الدقائق كل ما مر الوقت كلما جاءت الإثارة وكلما ارتفع المستوى الكبير المنتظر من فريقين، لا شك الكل الآن يعتبرهم من الفرق المنافسة على لقب بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم. كرة لصالح فريق نادي الوحدة، كرة تصل وتصل إلى خالد بوزير في مباراة اليوم. طبعا سالم سلطان في شك كان في إصابته وأيضا عنده انذار، وبالتالي ريشكام أيضا يبي يلعب بالجاهز، يقول لك ألعب باللاعب الجاهز. هذا محمد الشامسي أحد اكتشافات الموسم حتى الآن. وطبعا كل من في دولة الإمارات، كل المحبين لكرة القدم الإماراتية يتمنون. ولدينا طبعا في استوديوهات أبو ظبي الرياضية حارس مرمى بقيمة محسن مصبح السوبرمان، طبعا لا شك أنه سيكون أكثر الإماراتيين سعادة بطبعا تألق حارس مرمى. شاهدنا سلطان المندري مثلا مع الوصل، شاهدنا هذا الحارس محمد الشامسي، وبالتالي ربما هو موسم اكتشاف حراس المرمى. طبعا هذا يصب في مصلحة كرة القدم الإماراتية، لأن عندك علي الصيف، عندك ماجد ناصر، عندك خالد عيسى، والآن مثلا يظهر سلطان المندري مع الوصل يتقدم الآن بخطة ممتازة حارس المرمى أيضا محمد الشامسي مع فريق نادي الوحدة. كرة تلعب الآن في وسط الملعب، البداية الأولى تصل لعبد العزيز سنجور وتنقل الأمام باتجاه لوفانور. لوفانور مفترض يكون حذر أيضا لأن عنده انذار، عنده انذار في ما قبل هذه المباراة. لو انظر الليلة سيغيب عن مباراة الجزيرة في استاد محمد بن زايد، وبالتالي ايضا في هذا اللاعب محمد برغش اللي عند الكرة الان مفترض يكون حذر لانه يملك انذار. وان انذر الليلة فانه سيغيب عن كلاسيكو منتظر يجمع فريقي نادي الوحدة ونادي العين في قمة كبيرة منتظرة يوم السبت القادم بحول الله تعالى. الكرة الامام الان تلعب، طبعا مو بالسبت هذا، يعني مو بالسبت القادم، لما نقول بعد بكرة لا، او بكرة لا، نتكلم عن السبت بعد القادم. مستحيل يلعب الوحدة اليوم ويلعب بعد بكرة، لكن أتحدث عن السبت القادم، أتحدث عن طبعا أيام قليلة قادمة وثلاث مواجهات من الوزن الثقيل. كرة خارج أرضية الملعب في البداية الأولى، ثاني مواجهة في تاريخ لقاءات الفريقين طبعا باسم الوحدة وباسم شباب أهل دبي. كرة تصل في وسط الملعب، لوفانور يأتي بكرة للأمام الآن عن طريق ماكيتي ديوب، يتقدم للأمام ماكيتي ديوب وصاحب الأهداف الستة، يأتي بكرة عالية وخطيرة كانت الكرة الماضية. كرة تبعد كذلك من محمد الشحي، شوف في تكثيف من جانب السيد ريشكام في مباراة اليوم لخط الوسط، يعني يعتمد على كثافة كبيرة في خط الوسط ويعتمد على صناعة إسماعيل مطر للكرات الخطيرة. وهذه كرة باتجاه مراد باتنا، مراد باتنا لاعب شاهدناه الموسم الماضي في الدوري بقميص نادي الإمارات في رأس الخيمة، ولكن نشاهده في هذا الموسم بقميص نادي الوحدة، وقد بدأ الموسم متألقا وسجل 4 أهداف وهو ثاني هدافي الفريق بعد تيغالي الذي يملك من الأهداف 5 أهداف. الوحدة طبعا 1 من 4 أندية لم تعرف طعم التعادل في دورينا حتى الآن، مع العين، مع عجمان، مع حتى هذه الأندية الأربعة مع الوحدة لم تعرف طعم التعادل حتى الآن التعادل، لكن لازلنا في البداية الأولى. كرة تلعب عالية ويأتي الإبعاد وفي راية، والراية تأتي على وجود تسلل. اليوم كما ذكر السلطان المرزوقي هذا علي القادري طبعا موجود في المساعد ثاني، والتسلل نعم موجود في الكرة الماضية على موسى سو، هذه ثاني مرة بالمناسبة في بداية المباراة موسى سو يكون في وضعية التسلل. هذا شانغ واو ريم طبعا هو مدافع، عندنا شانغ آخر وهو شانغ مون اللاعب الكوري الجنوبي أيضا، يعني نفس الاسم الأول لكن الاسم الثاني واو ريم بالنسبة لي طبعا، بينما مون لاعب نادي شباب أهلي دبي. فيها انطلاقة من تيغالي، يأتي بكرة جميلة في المكان السليم ومراد باتنا ويسدد الكرة الماضية، ولدينا كرة عند ماجد ناصر، عند ماجد ناصر من 5 مباريات فريق شباب أهلي دبي 3 فوز تعادل وخسارة وحيدة كانت أمام العين في استاد هزاع بن زايد.
سجل 12 هدف وشباكه اهتزت في 4 مناسبات، واحدة من أقوى خطوط الدفاع في دورينا. شباب أهلي دبي دائما وأبدا ما يكون الفريق الذي يدربه كوزمن فريق على مستوى التنظيم الدفاعي ممتاز جدا. شاهدناه مع العين في سنتين بطولة دوري متتاليتين، وشاهدناه مع فريق النادي الأهلي عنده أيضا بطولتي دوري، وهذه خطيرة في المكان الخطير. الله الله ياهي قوية ياهي رصاصة كانت لفريق الشباب أهلي دبي عن طريق ديوب 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 ديوب، ما سدد كرة وإنما جاء برصاصة بهذه الصورة القوية جدا. كرة خطيرة جدا كادت أن تكون أول أهداف المباراة، ولكنها الإنذار الأول، هذا الإنذار الأول في المباراة الآن، ويا له من إنذار، يا له من إنذار، يأتي انذار شديد اللهجة في البداية الأولى، وكادت بالفعل أن تكون القذيفة الماضية أو عفوا الرصاصة الماضية أول الأهداف في هذه القمة الكبيرة. لكن البداية مشجعة حتى الآن، كرة تلعب من إسماعيل مطر مرت من الكل ووصلت الآن لأن تكون لخارج أرضية الملعب. هذه الكرة وهذا المرور وهذه التسديدة، وبالتالي كرة قوية جدا، لو كانت في الشباك كانت هدف أول، لأن ما كان أمام محمد الشامسي إطلاقا أنه يفعل تجاه الكرة الماضية أي شيء، ولكن ضربت في العارضة وكانت بالتالي التهديد المباشر الأول في هذه القمة، التهديد الأول. مباراة محتاجة تهديد أول، مباراة محتاجة أن الفريق يعلنها منذ البداية، منذ البداية، وهذا ما فعله هذا شانك. طبعا وون اللاعب الكوري الذي عرق الفنان بالقدم اليسرى بالمناسبة، هذا اللاعب طبعا هو آخر صفقات نادي شباب أهلي دبي على مستوى اللاعبين الأجانب، وبالتالي عاد أيضا موسى سو مكان اللاعب الأرجنتيني توماس دي فيسنتي، اللاعب الذي لم يعطي الإضافة لاعب نادي الشباب سابقا، بينما موجود ماكيتي اليوم هدف الفريق، يستمر يعود موسى سو كما ذكرت. لدينا أيضا حاضر الكوري الجنوبي، ولدينا المولدوفي لوبانور وهذا الرباعي الذي يلعب مباراة الليلة، لكن في المقابل فريق نادي الوحدة عندنا لاعب مؤثر جدا، لاعب المجري جو جاك موجود في قائمة البدلاء لسببين. السبب الأول أن أيضا مو جاهز 100%، ومثل ما قلت يعني كل مدرب يبقي اللاعب الجاهز، هذه كرة تلعب عند حارس المرمى محمد الشامسي. السبب الثاني أن جوجاك أيضا عنده إنذار، وبالتالي يكون احتياط في مباراة اليوم ربما يستدعي المدرب إن استدعت الضرورة، لكن هو أيضا يبغيه أيضا لقمة الوحدة والعين يوم السبت بعد القادم بحول الله تعالى. لكن المباراة في البداية الأولى الانطباع المسجل حتى الآن انطباع جيد على مستوى الأداء، لأن الأداء موجود. هذا محمد المنهالي جاء بكرة الأمام، مراد باتنا وصلت للمنهالي، خطأ، نعم خطأ الصافرة، لا ما في خطأ، ما في خطأ، ما في خطأ، أنا اعتقدت أنها هي خطأ، والمنهالي اعتقد أنها هي خطأ، والوحداوي اعتقد أنها هي خطأ، لكن ما في خطأ. كرة تلعب من الكوري الجنوبي مون، تلعب للأمام، وصلت الآن في كرة جميلة بالفعل، كرة تلعب وتصل بعد ذلك طبعا، وبالتالي تعود كرة قوية وحارس المرمى بالتالي تصل له الكرة في الكرة الماضية. البداية جيدة حتى الآن، البداية جيدة حتى الآن، والبداية حتى الآن تعطينا انطباع بأن كل فريق يريد النقاط الثلاث. نعم البداية لأصحاب الأرض، ودائما يقولون أصحاب الأرض أصحاب الأرض، ودائما يطالبون أصحاب الأرض بأن تلعب الأرض مع أصحابها، لكن هذا ليس شرط في دول خسرت كأس العالم، في دول خسرت كأس العالم والبطولات كانت على أرضها طبعا، لأن في نهاية المطاف في إمكانيات. لكن لدينا محاولة، كرة تلعب من جانب السلطان الغافري، موسم ممتاز، تأتي الكرة هنا في المكان السليم على طريق محمد المنهالي، ينقلها بعد ذلك إلى مراد باتنا، تعود للخلف الآن وتصل بعد ذلك لمحمد المنهالي. البداية الأولى تعود بعد ذلك للخلف، البداية الأولى طبعا والربع ساعة الأولى، لكن ما يقدم حتى الآن في أرضية الملعب جيد، جيد ما يقدم حتى الآن جيد، في تهديد مباشر
في قذيفة كانت بقدم طبعا النجم ماكيتي ديوب، ارتدت من العارضة في محاولة كانت ثانية. لدينا محاولة من مراد باتنا، يأتي بكرة للأمام وماجد ناصر حاضر في الكرة الماضية. نعم حاضر ماجد ناصر من أمام مراد باتنا في مثل هذه المناسبات. طبعا لاحظ هنا الاستقبال الجميل والكرة بعد ذلك لعب بالقدم اليسرى عند حلول وصنع حلولا لفريق نادي الوحدة في هذا الموسم، ولكن البداية حتى الآن انطلاقة في الجهة اليمنى. تأتي محاولة بعد ذلك عن طريق موسى سو في وسط الملعب. طبعا اليوم في خط الدفاع عندك عبد العزيز صنقور، في الجهة اليسرى عندك عبد العزيز هيكل، قلبي أو ظهيري منتخب الإمارات موجودين. هذا الكوري الجنوبي طبعا شانغ مون اللاعب الحاضر بالقدم اليسرى كذلك. مباراة الأولى كانت أمام الإمارات في هذا الملعب في الدوري، وفاز شباب أهلي دبي بأربعة أهداف نظيفة وسجل واحدة من الأهداف الأربعة في حضوره الأول في دوري الخليج العربي. في انذار في البداية الأولى على إسماعيل مطر، انذار على سمعة على إسماعيل مطر. سمعة طبعا هو أيقونة الوحدوي، أيقونة الوحدوي، ودائما الأيقونة في كل عصر وزمان. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ومحاسن إسماعيل مطر تاريخيا مع فريق نادي الوحدة لا تعد ولا تحصى طبعا، ومحاسن أيضا محاسن إسماعيل مطر مع كرة القدم الإماراتية لا شك أنها تاريخيا أيضا لا تعاد ولا تحصى. ولاحظ هنا لوفانور يتحدث مع سمعة لاعب خلوق طبعا، ويبتسم هنا أيضا ويعتذر أيضا عما حدث، والإنذار موجود الإنذار الأول في المباراة الآن. لكن هذا لا يلغي إطلاقا بأن إسماعيل سيكون حاضرا في القمة المنتظرة ما بين فريقي نادي الوحدة ونادي العين في القمة القادمة. طبعا هو ما يملك انذار سابق، وبالتالي هذا سلطان المرزوق الآن حكم المباراة هذه المرة الأولى التي يحكم فيها للفريقين هذا الموسم. لم يحدث أن أدار مباراة لشباب أهلي دبي، ولم يحدث كذلك أن أدار مباراة لفريق نادي الوحدة في هذا الموسم. الدقائق 18 الأولى، كرة تلعب بالرأس من جانب ماكيتي ديوب، تصل الآن لأحمد راشد ظهير أيسر، ولكن في مباراة اليوم يلعب مكان سالم سلطان. محمد الظاهري موجود في الجهة اليسرى، هذه خطيرة تسديدة ولكنها مرت خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية، خارج أرضية الملعب في الكرة الماضية. خطير جدا هذا اللاعب، خطير جدا. ولذلك الحل الوحيد، الحل الوحيد أنك ما تعطيه فرصة. طبعا مو بكيفك، كلمة ما تعطيه فرصة سهلة جدا، لكن عاد هذه يبغي لها شيء. لاعب مزعج، مزعج على الكرات الرأسية، مزعج في الكرات الأرضية، مزعج في الكرات العرضية، مزعج في كل الأحوال، وبالتالي لاعب خطير جدا. طبعا قدم حضوره بصورة كبيرة مع نادي ظفرة، هذا أحمد راشد في مباراة اليوم موجود بجانب طبعا بجانب زميله الكوري شانغ واو الريم، السيد كوزمن مدرب شباب أهلي دبي. هذه مباراة الثامنة مع الكيان الجديد، عنده ثلاث حالات فوز، عنده ثلاث تعادلات، وعنده خسارة وحيدة فقط كانت أمام العين في استاد هزاع بن زايد. مع ذلك سجل 16 هدف، وهذا الرقم حقيقي كبير على مستوى الأهداف. أولاريو كوزمن 16 هدف في كل البطولات طبعا، وليس في الدوري فقط، لأن أتكلم عن سبع مباريات في جميع المسابقات، خمس مباريات في الدوري، مباراتين في كأس الخليج العربي، منها مباراة التعادل أمام فريق الوحدة أمام أصحاب السعادة في أبو ظبي بهدف لهدف، سجل ماكيتي ديوب بينما سجل الوحدة في تلك المباراة في كأس الخليج العربي في هذا الموسم اللاعب سيباستيان تيغالي. هذا تيغالي ممكن يسدد، نعم سدد ولكن بعيدة 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 بعيدة. حتى الآن المباراة تبحث عن الهدف الأول، وحتى الآن الهدف الأول لم يسجل. ولاحظ الكرة الماضية، كل مباريات شباب أهلي دبي هذا الموسم في المسابقتين شهدت الأهداف إلا مباراة الأخيرة أمام الشارجة يوم ما تعادل بدون أهداف، بينما كل مباريات فريق نادي الوحدة هذا الموسم في المسابقتين شهدت تسجيل الأهداف، يعني وأهداف غزيرة بالمناسبة، 1-1 مع شباب الأهلي
وخمسة لا شيء على فريق نادي دبا، 2-1 على النصر في زعبيل، 3-1 على الظفرة في أبو ظبي. الخسارة أمام دبا في كأس الخليج العربي بهدف لهدفين، الخسارة أمام الوصل بهدف لهدفين في الدوري، والفوز في المباراة الأخيرة على حتى 3-1. هذه النتائج كلها كانت طبعا، وكل المباريات في المسابقتين للوحدة شاهدت الأهداف، لكن مباراة اليوم منتظر عندنا أداء يبشر بالأهداف، وعندنا خطة لإسماعيل مطر في الكرات الماضية، مثال جميل للاعب كرة القدم الإماراتي الملتزم، وهذا حسن إبراهيم شاهدناه في الموسم الماضي والمواسم الماضية شبابيا، ونشاهده في هذا الموسم مع الكيان الجديد شباب أهلي دبي. وبالمناسبة حسن إبراهيم دخل التاريخ من أوسع الأبواب بالنسبة لشباب أهلي دبي، فقد أصبح أول لاعب يطرد في تاريخ طبعا هذا الكيان الجديد، وكان ذلك طبعا في مباراة فريقه في الدوري أمام عجمان. يوم أيضا أكمل فريق نادي الشباب أهلي دبي المباراة بعشر لاعبين، وكان متأخرا في النتيجة، ولكنه استطاع بعد ذلك العودة في الأوقات القاتلة، وعاد من عجمان بالنقاط الثلاث وبالأهداف الثلاثة بثلاثة أهداف لهدف واحد. محمد المنهاري عند الكرة الآن، يأتي بكرة عن طريق خالد بوازير، صافرة وخطأ، واعتقد في انذار، اعتقد في انذار على خميس إسماعيل. شوف كل واحد في اسمه إسماعيل عند انذار، إسماعيل مطر في إسماعيل حصل على انذار، وخميس إسماعيل لأنه اعتدى على إسماعيل مطر، وبالتالي في انذار نعم مستحق في الكرة الماضية. خميس إسماعيل انذار، وإسماعيل مطر انذار. ما أدري إذا في لاعب ثالث في المباراة في اسمه إسماعيل، يا ويله لأنه راح ياخذ انذار، لكن ما في هم خميس إسماعيل، إسماعيل موجود، إسماعيل مطر طبعا. وسلامات لي سمعة، سلامات لي إسماعيل مطر، طبعا تدخل من زميله في المنتخب الوطني الإماراتي، سلامات. شايف لعيبة الفريقين كلهم مجتمعين على إصابة سمعة، هذا يعني لا سمح الله لا قدر الله أن الإصابة ربما، ولذلك زعلان المدرب اللي معانا في الصورة الآن السيد ريشكم هنا، وعبد الباسط محمد كذلك أيضا، وسلامات لسمعة، سلامات لسمعة. هو خميس إسماعيل أيضا لاعب خلوق للأمانة، ولكن في كرة القدم طبعا الكل يعلم بأنه يؤدي دوره، وفي أرضية الملعب ما في مسألة التعامل. شوف هذه طبعا قوة الالتحام في الكرة الماضية، وبالتالي نعم. ولاحظ هنا ما الذي حدث هنا، التدخل أيضا، لا هذه لعبة أخرى ما كانت ما بين الكوري وماكيتي ديوب، وهذه أيضا لعبة طبعا اللاعب الحاضر في المباراة الماضية. وبالتالي وجود خطأ في وسط الملعب، في انذار في مباراة جيدة حتى الآن، لكن حشيش الملعب أيضا، حماس الفريقين، حماس لاعبي الفريقين أخذ جزءا من 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 جمال الملعب. شوف المخرج يجيب لنا التدخلات، الانذار نعم مستحق، ونأمل سلامة إسماعيل مطر، نأمل سلامة إسماعيل مطر. شباب الأهلي دبي والوحدة، وطبعا يناظر المباراة الوصل اللي أنجز المهمة، ولاحظ الكرة التي لعبت بعد ذلك من خالد بوازير وصلت إلى إسماعيل مطر، هنا كان التدخل، هنا كان التدخل، وأيضا ينقل إسماعيل مطر الآن على ما يبدو. سلامات لإسماعيل مطر، سلامات يا سمعة. والله كل وحداوي يصرخ معاك هالصرخة يا سمعة، لأن هي نعم جاءت في الدقائق الأولى، ونتكلم عن مباراة بعد 23 دقيقة على بداية أحداث المباراة، ونتحدث عن حضور كبير معتاد عندما يتعلق الأمر بطبعا عشاق العنابي، عشاق أصحاب السعادة القادمون من العاصمة أبوظبي. وهنا طبعا الصورة التي طبعا تتوسط أستاذ راشد، صورة المغفور له بإذن الله تعالى زايد بن سلطان الهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، صورة أيضا القائد سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد الهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصورة أيضا سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة أيضا في أرضية استاد راشد هنا بالنادي الأهلي. ولله الحمد سليم، مشافى معافى، لكن أعتقد أن السمعة الآن طبعا يستكمل العلاج خارج أرضية الملعب، ولا يتمنى الوحداوي مثلا
ولا يتمنى الوحداوي الآن مثل أن يأتي بتبديل، لأن إسماعيل لاعب مهم في مثل هذه المباريات ونوعية هذه المباريات. وبالتالي حتى الآن لدينا مباراة في 25 دقيقة الأولى، لا زالت حتى الآن بدون أهداف بدون أهداف بدون أهداف. الوحدة طبعا كان الأول في الأسبوع الأول، كان استمر الأول في الأسبوع الثاني، استمر الأول في الأسبوع الثالث، خسارة أمام الوصل أسقطته وتراجع رابعا في الأسبوع الرابع، وفوز بعد ذلك على حتى في الجولة الماضية أعاده للمركز الثاني، وبالتالي يتمنى الفوز في مباراة اليوم حتى يبقى على الأقل أيضا قريبا من القمة، وتنتظر كما ذكرت مباراة كبيرة في الجولة القادمة. فريق النادي شباب الأهلي دبي بدأ الموسم في المركز الثاني، ثم في الأسبوع الثاني في المركز الثاني، ثم في الجولة الثالثة في المركز الرابع، ثم تقدم للأمام للمركز الثالث في الجولة الرابعة، وبعد ذلك طبعا الآن موجود في المركز الرابع حتى ما قبل هذه المباراة. كرة تلعب الأمام باستثناء فرصة ماكيتي ديوب، ما في فرص تذكر كبيرة كثيرة على في أحداث المباراة. خطأ في الكرة الماضية، إسماعيل مطر ولله الحمد يعود لأرضية ملعب مشافة معافى، ولاحظ الكرة الماضية ما بين طبعا حسن إبراهيم أمام تيغالي، الخطأ موجود نعم في الكرة الماضية، تقدم لمراد داباتنا مهاري، وبالتالي من أمامه أيضا تبعد من خميس إسماعيل. شوف خميس مع إسماعيل عنده إنذار، وبالتالي في مكان حساس جدا، في مكان حساس جدا، لذلك أي كرة مشتركة قادمة بالنسبة لخميس إسماعيل وبالنسبة أيضا لإسماعيل مطر راح يكونوا حذرين جدا، لأن إنذار ثاني لواحد من الاثنين إسماعيل مطر أو لخميس إسماعيل ممكن لا سمح الله فريقه يلعب المباراة ناقصا من الشوط الأول، لأن التدخلات موجودة بالمناسبة من لاعبي الفريقين، التركيز الكبير من جانب لاعبي الفريقين، وطبعا الحماس الكبير يؤدي في بعض الأحيان لأن يكون التوتر حاضرا، وهذا وضع طبيعي جدا في مثل هذه المناسبات والمباريات الكبيرة. محمد المنهالي بصورة ممتازة، بهير الأيمن أيضا أعتقد بأن مدرب منتخب الإمارات الوطني الرجل الإيطالي ألبرتو زاكيروني سيضع في حساباته كرة جميلة لفريق نادي الوحدة، ولكن بعد ذلك الكوري الآن الكوري مون تقدم بصورة جميلة، يا سلام نقل الكرة للأمام والمحاولة مستمرة والكرة فيها مرور، وماكيتي ديوب يأتي بكرة وأحمد راشد أبعد الكرة الماضية بنجاح. حتى الآن أحمد راشد يؤدي في مكان الجديد، طبعا ليس جديد لأنه سبق وأن لعب في هذا المركز، ولكن يلعب بصورة أفضل في مركز الظهير الأيسر، إصابة سالم سلطان، وبالتالي ابتعد عن مباراة اليوم. محمد الظاهري يعود للتشكيلة في مركز الظهير الأيسر، أحمد راشد أوه هذا اللي ما كان ودنا يكون الآن، ولكن يبدو لي بأن الإصابة ستبعد إسماعيل مطر عن الاستمرار في أرضية الملعب. طبعا هذه تبديل في الشوط أول، لا شك أنه يبعثر أوراق المدرب السيد ريشكا، عمل كبير جدا، مدرسة رومانية وفي مثل روماني، أنا قلتها في مباراة الشباب الأهلي دبي والعين، مثل الروماني يقول سيسألك الشتاء ماذا فعلت في الصيف، سلامات سلامات سلامات. هذه اللقطة اللي أصيب فيها سمع، وهنا التدخل اللي كان من إسماعيل آخر، ولكنه نعم خميس إسماعيل، وهنا يعتذر مباشرة عندما سقط اعتذر، بعد ذلك كان يعلم بأن الإصابة كبيرة، وكان يعلم بأن الإصابة ربما تبعد إسماعيل مطر عن المباراة، وهذا يحدث الآن لأن إسماعيل مطر سيترك أرضية الملعب، وبالتالي فريق نادي الوحدة سيكمل وسيجري تبديل الآن مبكر في الدقيقة 30. من يملك الوحدة في قائمة البدلاء؟ يملك طبعا راشد علي السويدي حارس مرمى، يملك سهيل المنصوري، يملك خالد إبراهيم، يملك جوجات، يملك طارق أحمد، يملك أحمد العكبري، ويملك محمد العكبري، وربما كان العكبري وربما كان جوجات هما القادمين في قادم اللحظات من عمر هذه المباراة الآن، لكن تبديل ما كان يتمناه السيد ريشكام. المدرسة الرومانية الجادة طبعا أول مدرب روماني حقق لقب الدوري كان إيلي بيلاتشي اللي كان يلقب بالساحر ساحر الألقاب، طبعا إيلي بيلاتشي مع نادي الشباب الذي كان
كان عام 95، بيلاتشي نفسه بعد ذلك مع العين في عام 2000 كان بطل الدوري كذلك. بيلاتشي كان يلقبونه بصائد البطولات، وطبعا أشهر مدرب روماني على مستوى الشهرة درب في دورينا هو يوردانيسكو، حقق لقب الكاس ما حقق لقب الدوري. لا العكبري ولا جوجاك، طارق أحمد، طارق الخديم، طارق الخديم، طارق الخديم سجل هدف جميل في نهائي كاس سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الدولة العام الماضي في شباك النصر يوم ما فاز العنابي ببطولة الكاس في مدينة زايد الرياضية بثلاثة أهداف نظيفة. تحية أيضا للمستمعين الكرام في صوت الملاعب في طبعا إذاعة أبو ظبي، الإذاعة التي تشاهد فيها دورينا وكأنك ترى دورينا. طبعا عمل جميل يقدم من جانب الزملاء في إذاعة أبو ظبي في صوت الملاعب، ولدينا محاولة قائمة هنا في الجهة اليسرى فيها تقدم من جانب عبد العزيز صنقور، لا زالت الأمور عند التعادل بدون أهداف. هذه كرة كانت سهلة جدا من جانب عبد العزيز صنقور لاعب منتخب دولة الإمارات العربية المتحدة، خلاص مدرب جديد لمنتخب الإمارات بطموحات جديدة بكأس آسيا طبعا في أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. الفرصة متاحة لكل لاعب يقدم أداء يؤكد من خلاله أنه يريد أن يمثل منتخب بلاده وأن يرفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة كبيرة وراقية. الفرصة متاحة لكل لاعب موهوب ويعمل بصورة جيدة. هذه كرة تلعب من جانب الكوري شانغ، إذا التبديل الأول أجراه مدرب فريق نادي الوحدة وطارق الخديم بالتالي يشارك، وهذه محاولة تأتي من خالد أبا وزير ولكن ماجد ناصر، ماجد ناصر وهذا خالد أبا وزير واحد من أبناء أكاديمية طبعا أكاديمية نادي الوحدة، خرج طبعا في أيام طيب الذكر سيدي سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ويأتي الآن أيضا شقيقة الشيخ دياب بن زايد آل نهيان ويسير على الطريق نفسه، وفريق الوحدة بالفعل يعود بصورة جميلة وممتعة في هذا الموسم. لدينا انطلاقة لمون يتقدم الآن الكوري الجنوبي القمر، القمر مون، مون القمر الكوري الجنوبي بالنسبة لشباب الأهلي دبي، لكن مرور جميل من سلطان القافري، تأتي الكرة من أتيغالي نقلت في المكان السليم. الآن مباراة جميلة بالمناسبة، نعم مباراة أخرى حتى الآن بدون أهداف ولكنها مباراة جميلة وفيها محاولة المرور، تأتي من طارق الخديم، تأتي من طارق الخديم والكرة في المكان السليم، والمطالبة الوحداوية بضرب الجزاء وحكم يا سلام الله الله على المرور في الكرات الماضية، ووليد عباس يتقدم ويستمر. أوهو أيضا ما فيها شيء، ما فيها شيء، والكرة تلعب للأمام وطالت، لكن يا له من مجهود يا وليد عباس، وليد عباس فعل ما لم يفعله الكل في الكرة الماضية، مدافع ولكنه برشاقة لاعبي خط الوسط. هذه كرة جميلة كانت ولا زالت للأمام، الله على التدخل من جانب سالمين خميس في الكرة الماضية، نعم بصورة جميلة، صورة جميلة، المباراة جميلة، المباراة جميلة. شوف هذه لعبة طارق الخديم، سقط هنا مع سالمين خميس ليقالي، طالب الوحداوية بخطأ، حكم المباراة أشار لاستمرارية الكرة الماضية، لكن الرشيق المدافع الأنيق وليد عباس تقدم وعرقل هنا، وأيضا حكم المباراة سلطان المرزوقي أشار لاستمرار الكرة والمباراة مستمرة والإثارة مستمرة والتعادل بدون أهداف حتى الآن. هذا خميس إسماعيل، طبعا أكيد أنا متأكد ما في كلام أنه ما بين الشوطين سيذهب أولا لغرفة ملابس نادي الوحدة وسيطمئن على سلامة أيضا النجم الكبير إسماعيل مطر. كرة تذهب وتعود الآن، محاولة قائمة للأمام فيها مرور وفيها تقدم وفيها كرة جميلة تلعب وممكن يسدد، سدد لكن محمد الشامسي، محمد الشامسي موجود في الكرة الماضية، كرة موسى سو، موسى سو عنده أهداف في دوري أبطال أوروبا أهداف خيالية، لكن يريد هذه كرة خطيرة، فرصة
للامام امامي مباشره في كابينات المعلقين هنا في استاد راشد الوحدويه والاهلاويه مع كل كره تقترب من المرميين. طبعا في حاله من الهيجان وحاله من الترقب وحاله من الانتظار وحاله من الترقب. ولاحظ الكره الماضيه من جانب طبعا كره جميله كانت من جانب باتنا وبعد ذلك تيغالي سجل هاتريك. التون حميد ايضا لاعب فريق نادي ظفر اللاعب السابق للجزيره سجل اول هاتريك في الاسبوع الاول وكان في مرمى نادي الامارات في مباراه 3-3 في نفس الاسبوع الاول ايضا وفي استاد الهيان بنادي الوحده كان ايضا النجم تيغالي يسجل هاتريك عندما فاز فريق نادي الوحده على دبل فجيره بخمسه اهداف نظيفه. لكن موسم حتى الان مثير في البدايات الاولى طبعا الارقام تقول ان الفريق اللي يبغى يفوز بالدوري لابد ان يصل على الاقل الى 10 نقاط بعد الجولات الخمس الاولى. يعني اللي يبغى يفوز بالدوري لابد ان يفوز ب 10 نقاط على الاقل يجمع ب 10 نقاط على الاقل في الجولات الخمس الاولى. وحتى الان عندنا طبعا العين عند 12 الوصل عند 14 لكن الوصل 14 من 6 مباريات لكن العين عند 12 من 5 مباريات الوحده او العين 13 الوحده 12 الوصل 11 كان بعد 5 جولات والاهلي عنده او شباب الاهلي دبي عنده 10 نقاط. يعني عندما فاز الجزيره العام الماضي بعد 5 جولات كان عنده 12 نقطه فاز بالدوري 2016 الاهلي جمع 15 نقطة خذ العلامة الكاملة بعد 5 جولات أولى وفاز بالدوري 2013 العين 2015 كان العين ب 12 نقطة 2014 الأهلي ب 15 نقطة 2013 العين ب 10 نقاط. وبالتالي لابد الفريق اللي يبغى يفوز بالدوري لابد ان بعد 5 جولات اولى على الاقل يجمع 10 نقاط. وحتى الان عندنا طبعا بهذه المعادله عندنا 4 فرق موجوده ب 10 نقاط واكثر من ذلك. العين 13 الوحده 12 11 كان لنادي الوصل فاز بالامس صار 14 عندنا 10 نقاط لشباب الاهلي دبي. هذا باتنا اضافه كبيره جدا. طبعا شوف المباراة ماشية وعبد العزيز صنقور يتحدث أيضا مع مدربة المدرب الداهية هذا ثعلب ثعلب في هيئة مدرب الحديث هنا. وبالتالي المباراة لا شك في ذلك. لكن وليد عباس يأتي بكرة جميل أمام محاولة سوء حاول أحمد راشد يؤدي بإجادة بجانب الكولي شانغ واوريم لأن حتى الآن ما شاهدنا إلا في كرة الرصاصة. أنا مصر على أني أسميها الرصاصة نعم في طبعا لكن كرة قوية جدا أخطر ما أقدم حتى الآن في المباراة و 38 دقيقة. ولاحظ هنا أيضا محمد الظاهري اللاعب الذي بدأ عينويا وبعد ذلك طبعا انتقل لفريق الوصل ومنه لفريق نادي الوحدة. العام الماضي أعير لنادي العين ولكن الإعارة انتهت الآن ويعود مرة أخرى لفريق نادي الوحدة يلعب مباراة الليلة لأن أحمد راشد موجود بجانب زميل الكوري شانغ واوري. هذا لوفانور ولوفانور ايضا عليه انه يكون حذر لان انذار في مباراه الليله سيغيب تلقائيا عن المباراه القادمه امام فريق نادي الجزيره. كما ذكرت الاسبوع القادم نحن على موعد مع ثلاث قمم كبيره جدا. النصر في هذا الملعب يستضيف الوصل وبالتالي ايضا عندنا لا شك بعد ذلك يستضيف ايضا يوم الجمعه الجزيره الشباب الاهلي دبي ويوم السبت ان شاء الله تعالى اخر القمم في الجوله القادمه كلاسيكو منتظر سيجمع فريقي نادي الوحده وفريق نادي العين. طبعا يسمى الكلاسيكو في اشاره الى الشعبيه الكبيره للفريقين لكن ايضا عندنا كلاسيكو كبير. طبعا الكل يعلم بان الوصل والعين العين والوصل ايضا كلاسيكو لان العين عنده 12 بطوله الدوري ونادي الوصل عنده 7 ألقاب وكان أيضا حتى ما قبل طبعا الكيان الجديد شباب الأهلي دبي أيضا فريق نادي الأهلي كان عنده 7 ألقاب وبالتالي هذه كلها قمم. لكن نأمل أيضا أن تعود بعض الفرق التي كانت تمثل قمم كبيرة في كرة القدم الإماراتية. والحديث هنا مثلا عن عودة فريق بقيمة نادي الشارجة مثلا وعن عودة فريق بقيمة نادي النصر. وانت تصور عزيز المشاهد أن تعود هذه الفرق مثلا وأن تمتد المنافسة
المنافسة وأن تكبر المنافسة وأن تتسع المنافسة في دورينا، ما يكون الدوري محصور ما بين الجزيرة والعين والشباب الأهلي، والآن يعود الوحدة بصورة جميلة، يعود الوصل بصورة راقية، ونتمنى عودة الشارجة وأن يعود كذلك النصر وهذه الفرق الكبيرة تاريخيا في كرة القدم الإماراتية. خطيرة جدا الكرات الماضية والإبعاد يأتي من محمد الشامسي. الشوط الأول الدقيقة 40 تقترب الآن، الدقيقة 40 تقترب الآن ولا زالت الأمور عند التعادل بدون أهداف. طبعا هذه نتيجة ممتازة جدا للوصلاوي، ممتازة جدا للعيناوي، لأن نتيجة ضيع نقطتين على كل فريق أمامنا. يصل فريق نادي شباب الأهلي دبي بالتعادل الحدث إلى النقطة رقم 11، ويصل فريق نادي الوحدة إلى النقطة رقم 13، والوصل يتصدر ب 14 نقطة بعد ما فاز بالأمس، والعين عنده أيضا مباراة مهمة من المباريات المحببة كذلك أيضا تاريخيا طبعا، لأن الحديث في لقاءات العين والشارجة لا شك أنه تاريخيا من اللقاءات الثقيلة في كرة القدم الإماراتية. هذه محاولة كرة قائمة الآن، العين عنده 13، في حالة فوز سيصل إلى 16 نقطة، وبالتالي لاحظ الإثارة الكبيرة الموجودة في دورينا. كرة تلعب للأمام، الصافرة موجودة، سلطان المرزوقي معنا في الصورة، واثق يمشي، وهذا حسن إبراهيم، وهذا محمد الشحي، وهذا خالد باوزير. والشوط الأول حتى الآن من المباراة لا زالت بدون أهداف. الكرة المابية، لاحظ الضربة الحرة المباشرة، وهذا خالد دابا وزير، ضربة حرة مباشرة في مكان جيد، هذه تبغيلها شويت، تبغيلها شويت، ما أعتقد أن خالد بوزير شويت، لكن راح يسقطها، راح يلعبها ساقطة خلف المدافعين، ربما تنتظر تيغالي، ربما تنتظر تيغالي، نعم ساقطة للأمام، ولكن مرت وبذكاء كبير أيضا يتعامل معها ماجد ناصر. نعم مثل ما قلت طبعا مو بشويت خالد بوزير، وبالتالي سقطها في منطقة الجزاء، تركها أيضا ماجد ناصر، كانت بعيدة على لاعب فريق نادي. ولاحظ هنا الكرة الماضية فيها مرور جميل، فيها ثقة كبيرة أيضا، هذه صعب تعملها، لكن لاحظ هنا أيضا التفاعل عجبة المشجع الوحداوي طبعا ما بين اقدام لوفانور محمد المنهالي. بدايه ممتازه بالفعل وعمل كبير لا شك قدمه كل مدرب، وانا ذكرت بان المدرسه الرومانيه مدرسه جاده على مستوى طبعا كره القدم، مدربين الرومان في بلدان كثيره ينجحون بصوره ممتازه جدا، والمثل الكبير للمدرب الروماني الناجح إيلي بيلاتشي، والمثل الكبير الآخر هو الرجل الحاضر الآن معانا في دولة الإمارات للسنة الخامسة على التوالي، الحديث هنا طبعا عن المدرب الكبير السيد أولاريو كوزما. طبعا هو نهاية عقده في هذه السنة، خلاص يعني في نهاية موسم 2018 خلاص عقده، إما أن يجدد من طبعا إدارة شباب الأهلي دبي أو أن يرحل، لكن في كلام، في كلام أن مهدي علي مدرب منتخب الإمارات الوطني السابق ربما أقول يكون المدرب القادم في الموسم القادم لفريق شباب الأهلي دبي، هذا كلام ما أعلم مدى أنه يعني جدية هذا الكلام، لكن هكذا سمعت بأن المدرب الإماراتي الكبير مهدي علي. هذه محاولة في المكان السليم، مرور باتنا يأتي بعرضية خطيرة مرت من الكل، مرت من الكل الكرات الماضية، وبالتالي لدينا صافرة ولدينا خطأ في الكرات الماضية. شباب الأهلي تأخر أمام حتى وفاز 4-1. لاحظ الكرات الماضية، كرة خطيرة جدا، دائما الكرات اللي تصل لمراد باتنا تعلم بعد ذلك عزيز المجتمع المشاهد وعزيز المستمع كذلك. شوف تكافؤ كبير، 52% نسبة استحواذ شباب الأهلي دبي على الكرة مقابل 48%، يعني ما في أفضلية كبيرة لفريق على حساب الفريق الآخر. الشوط الأول على بعد دقيقة فقط من الوصول طبعا لنهاية الشوط الأول، ولا زال التعادل السلبي بدون أهداف. المساعد علي القادري، المساعد الأول سبت عبيد، والحكم الرابع محمد عبيد خادم، وحكم المباراة سلطان المرزوقي. ولدينا هنا طبعا
اليوم ايضا مناسبة حلوة. محمد برغش اللي عندنا الكرة الان اليوم يحتفل بعيد ميلاده رقم 27. العمر كله يا محمد برغش اللي عند الكرة الان، مواليد 27 اكتوبر عام 90. اليوم ما منتخب الامارات الوطني وصل الى كأس العالم، كان عمره 3 شهور يوم ما وصلنا لكأس العالم. هذه محاولة، كرة للأمام وكرة بعد ذلك تلعب بعد هدف خالد إسماعيل. بأربعة أشهر أبصر النور، جاء للحياة المنهالي الذي يلعب مباراة الليلة ويقدم للأمانة مباراة كبيرة بالفعل. شكرا أيضا لحقيقة الزميل سالم النقبي، وأيضا أشكر حميد يوسف أيضا مدير فريق نادي الوصل لأنه يقدم لي معلومة. طارق الخديم اللي بدأ في نادي دبل فجيرة حتى سن 16 سنة ثم انتقل لنادي الوصل لمدة 4 سنوات ثم عاد أيضا لدبل فجيرة لموسمين، صعد مع الفريق بعد ذلك ومن صعوده بعد ذلك مع الفريق وقدم مستويات جيدة كما تابع الكل مع دبل فجيرة. بعد ذلك انتقل لفريق نادي الوحدة وسجل هدفا من الأهداف الثلاثة التي أهدت العنابي وأصحاب السعادة سعادة كبيرة غامرة. طبعا لما لا أن تكون هذه السعادة غامرة وأنت ترفع كأس سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الدولة. الكرة تعود للخلف الآن، تصل للحارس ماجد ناصر، يبدو لي شوط أول بدون أهداف، شوط أول بدون أهداف ولكنه جيد، شوط أول بدون أهداف ولكنه جيد. هذه محاولة من جانب محمد الشحي تنقل هنا، يا ريت أيضا الزميل محمد إسماعيل يطمنا على إصابة إسماعيل مطر. أنا لو من حكم مباراة أعطي محمد إسماعيل مراسل أبو ظبي الرياضية أندار أيضا لأنه في عنده إسماعيل في الاسم، لكن يا ريت يطمن الكل ليس فقط الوحدوية وإنما يطمن الجمهور الإماراتي على إسماعيل مطر. الكرة تلعب وتذهب وتعود، شوط أول بدون أهداف مع أداء جيد، مع طبعا تنظيم كبير جدا من جانب الفريقين في الشوط الأول من المباراة. وخالد باوزير يعرقل هنا من جانب أيضا خميس إسماعيل. أنا أعتقد ممكن حديث كبير من جانب كوزمن فيما بين الشوطين مع خميس إسماعيل لأنه عنده انذار، مباراة مهمة جدا، التوتر موجود، الحسابات عدم الخسارة موجودة في مباراة اليوم. 3 دقائق طبعا مرت دقيقتين من الدقائق الثلاثة المحتسبة من سلطان المرزوقي، تأتي كرة عالية من خالد باوزير والكرة بعد ذلك تلعب وتبعد والمحاولة قائمة الآن. تعود فريق نادي الوحدة، يتحسن أداء العنابي ويتحول لأن يكون الطرف الأفضل في 10 دقائق أو الربع ساعة الماضية من عمر الشوط الأول من المباراة. هذا خميس إسماعيل اللاعب الذي بدأ في نادي الإمارات في رأس الخيمة وبعد ذلك انتقل طبعا مع نادي الجزيرة وحقق الكثير من الألقاب مع فخر العاصمة ويأتي الآن طبعا في الموسم الماضي. كرة تلعب عالية، محاولة مستمرة الآن، التعادل بدون أهداف في اعتقادي نتيجة منطقية حتى الآن، منطقية في الشوط الأول من المباراة. كرة تستمر تصل بالفعل وهذا باتنا يأتي بكرة خطيرة، الكرة الماضية اللي ما استغلها العنابي لأنها مرت من أمام ماجد ناصر في الكرة الماضية. كرة تصل بالتالي لموسى سو، يستمر ويتقدم عفوا هم سمر الاثنين، لكن اللي عرقل لا مش مسسو، في انذار على احمد راش. والله الشوط الاول يخوف، الشوط الاول يخوف لان احمد راشد انذار. اسماعيل مطر سلامات ان شاء الله تعالى اول المنذرين وغادر ارضيه الملعب مصابا، وطارق الخديم هو اللي عوضه، وخميس اسماعيل ايضا انذار. والشوط الاول الان صافره النهايه جاءت واعلنت نهايه شوط المباراه الاول بتعادل سلبي هنا، تعادل في كاس الخليج العربي بهدف لهدف في استاد الهيان، وحتى الان متعادلين بهدف لهدف هذه المره في بطوله الدوري بدون اهداف مع فرصه كانت خطيره جدا بالفعل لطبعا
اللاعب ماكيتي ديوب وحكم المباراة يسجل هنا ويأتي بإنذار ربما لأحد اللاعبين، لكن آخر لاعب أنذر كان أحمد راشد في الشوط الأول من المباراة. شوط أول بدون أهداف عزيز المشاهد، ولكن بأداء جيد من جانب الفريقين. الكثير من الحديث عما دار في الشوط الأول وعما سيدور في الشوط الثاني، هذا كله تحت أو على طاولة الزميل العزيز طارق الحمادي وضيوفه الكرام. فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. شكرا للزميل العزيز علي سعيد الكعبي. اذا شوط اول بين شباب الاهلي دبي والوحده سلبي النتيجه، ولكن جيد المستوى من قبل الفريقين. صحيح كان الاخطر والاقرب للتسجيل فريق الاهلي، ولكن الوحده كان الاكثر تنظيميا في هذا الشوط. هنا الفرصه التي كانت لباتنا لاعب الوحده التي تعتبر هي الاخطر في هذا الشوط، وهناك ايضا فرصه خطيره كان لها ديوب كالمعداد ولكن ترتطم بالعارضة. راح نتحدث أكثر فنيا وتحليليا عن هذا الشوط بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير.